عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله واحد راسي مع امي، مشيت للسوق الصباح حتى هنا، مشيت للسوق ديالنا تقديت، جبت هنا واحد القرب، جبت واحد السمكه ديال القرب او كوربينه، جبت وحده فيها كيلو 300 طلعت عليا تقريبا شي 75 درهم، تقريبا شي 80 درهم، داير 60 درهم الكيلو اللي داير. وجبت لامي مسكينه واحد شويه ديال الصول، جبت لها واحد نص كيلو وبغيت ندولها في الفران حيت هذا يضرها، غنطيبوه بالزيت غيضرها. والخضره اللي غادي نقاد هاد اللاطه في الفران ديال الزنقه، فرانت الحومه كتجي واعره. هنا البطاطا باقا ما غسلتهاش، كثرت البطاطا انا كي ولاد اختي. والفلفله تقريبا عندي واحد نص كيلو هي باقا عندي، شات جابتها لي امي، انا مشيت للسوق ونسيت الفلفله، جابت لي امي من عند الخضار الرابعه. وفليفلات حارين، وشديت الربيع بطبيعه الحال، جربتو غير بهادي كتعجبني هادي، امي ما عندهاش هاديك، وبغيت ناخذها لها قالت لي واخا تاخذها ليا ما غنخدمش بها، قالت لي انا كيعجبني ندير الربيع هكا. بصراحه الربيع هكا كتخرج ديك العصاره ديالو، واخا هادي كطيح بزاف، حتى انا ما كنديرهاش بزاف الطريقه ديال الكراده، صافي تقريبا راه جربته. غادي نمشي مصطفى يجيب لي السودانيه، ما عندهاش امي، امي راه ما كتخدمش بالحار، العكس تاعيانا. صافي انا غادي نقادو ان شاء الله دابا. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا عليا، بغيت نقول لكم يسول فيكم الخير والرباح، راه مشيت عند واحد اربعه ديال الاطباء تقريبا في مراكش وحده، وزدت هنا ثلاثه، وحده واحد في كلينيك وواحد والدكتور مخلوف والدكتور سعد السلامي. سعد السلامي قال لي كل المؤشرات كتقول ان عندك عرق مبوشين، ولكن قال لي عرفتي شغادي ديري؟ قال لي غديري لا مارش وغتحيدي السكر، قال لي وغتبعي الدواء، قال لي ماشي مشكل تجي دابا ديري داك ديك الراديو، قال لي داك التلفاز قال لي ما ديريهاش دابا، قال لي سيتي فوت رمضان، ولكن الاكل يكون صحي. قال لي ان شاء الله تقدري ملي ديري هاد القايمه، مابقاش قلت تقدري تكوني تقدري، قال لي ملي ترجعي ديري داك الراديو ما لقاو عندك والو، ولكن قال لي ما تمشيش، ماشي قال لي انت عندك مشكل تبقاي غاده على داك الاكل ديالك ماشي صحي، قال لي طيبي وليداتك داكشي اللي بغاو وانت اكلك يكون بوحده. غنحاول المهم اليوم اختي، اليوم اخواتاتي ما نكذبش عليكم، غندير هاد الحوته وغنجلس ناكلها، ولكن غنطيبها بالفران، الملحه غتكون ناقصه طبيعه الحال لان امي اصلا عندها الخبز مسوس. صافي وغنبغي نشكركم بزاف بزاف، وغنقول لكم شكرا لهلا خطيكم كتسولوا فيا، يسول فيكم الخير والرباح ومبروك عواشركم. صافي دابا غادي نمشي نقاد واحد شويه العطريه، انا غنديرها معكم ان شاء الله ونقاد اللاطه وتشوفوها معنا، واللي بغاو يصوروا لي الدراري الفران ملي تكون غادي نقرب لكم شويه الاجواء. صافي دابا البنات غادي ندير الشرموله ديال الحوت، ما كاينه الثومه كاينها، عطيني شويه الثومه يعطيك الصحه، كخرقوا الكامون شتو غا من الزنقه امي باقي عندها ما طحناتوش. هنا شويه التحميره، شويه الخرقوم، ونديرش سكينجبير بلاش، هاي الهريسه شوف عليا مصطفى شوف شحال راه جبتها من السوق دابا، ولكن محراش، شوفوا كاع ديك اللي تبان لكم حمراء بحال اللون ديال التحميره عرفوها محراش، جيبوا هذه كتكون بحال ليمونيه. عرفتي قال لي مصطفى مولاها قال لي بدا كيعبر بها يعبر ليه، قال لك وطلعت لي مع وجهك مصطفى، قال لك بقات يحك في وجهه معك. صافي الملحه عطات عليا امي مليحه، صافي هذه شرموله الحوت غنزيد عليها شويه ديال الثومه، هذه بطاطا انت غادي نديرها في عندي لها شويه الزيت هنا، انا كنت بغيت نحكي، بغيت نحك على شويه الحوت، نجيب الحكات، شويه الخرقوم، شويه التحميره، ودرت شويه القزبر ومعدنوس كما شفتوا، اللي بغى يزيد شويه ديال الثومه غبره يزيدها، وغندير مليحه وغادي نستفون في اللاطه ان شاء الله. هذه حتى هي غندير لها نفس الشكل. هنا شنو درت؟ درت المطيشه والفلفله، غادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت تا هما والربيع، والربيع صافي راه معايا صافي صافي، لا خليهم مي باق. والحوت ما غنديرش فيه الزيت، غندير فيه الماء، راه عصرت فيه حامضه كبيره وغندير شويه الماء باش يشرب ليه عطريه، درت الزيت ما كتشربش. الخرقوم شافني ساكته كنت غادي نموت سنك باش ما كدويش، كنسى شويه تحميره هاد قاوي الهريسه درت ملحه دابا قمدت الهريسه درتها في الحوت امي صافي صافي، ما غاتاكليش حبيبتي انت خرجي ديري حركه عرفتي شي واحد الكلمه شهيره عند امي، كنقول لها امي يلا تخرجي حنا خارج، تقول لي نخرج نخليه ممدود ونمشي نعزي في محمود
كنقولها شكون محمود؟ شكون اللي غتخليه ممدود؟ شكون هو اللي غتخليه ممدود؟ ممدود هو الشقا واقيلا ياك؟ الشقا ومحمود هو الظراف الزناقي بحالي زعما انا شوفوا الحشيه اللي كدير ليا كدير لي حشيه ديال وكنضحك ملي كتقولها وما كتخرجش معايا ملي كنجي راه ما كتخرجش معايا حنا غادي نحك هذيك غتحك الثومه نحك الثومه صافي ديما ديري هكا الشيء نسكت ضربتني اللقوة فكرت اش راه غنخلي راه غتكون كضربها اللقوة كتسرح والله الا شحال من مره كنكون ندوي وتا كنلقى راسي سرحت شديتها البنات فلحتها باش ندخل فيها العطريه مزيان رجعني ما بغيتش نمشي هكا وي لا ما بغيتش هذه تقلق بها الشعريه غادي تدرج ما عطيش هذا ما عطيش جايبه من عند يونس شكون يونس 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 ولكن دور دور صبر مصطفى نسالي وكيف شم ريحته مصطفى ترى ما عطيش طيبه طيبه الشعريه ولكن اختي لهم داك دوري نشوف دوري دوري ديال الكتبه ولكن تمر كاين المشماش مرسوم راه القرعه مخويه درتو فيها شي حاجه ها كانت في كرطونه ايوا شتي صح راه هذا كون كان دابا مجامد كون درتو جامد صافي البنت غادي نشرملها وهنا راه صبحت زوينه تاكلي منها شويه ان شاء الله حار لا ما حراش مزيان الحار دابا غادي نستف هذيك الفليفله مع مطيشه اللي تاهي درت فيها شويه ديال الزيت ودرت فيها المهم تستف عشوائي ما تديوش وما درتيش كيشه كمراطيه بهذه شوف خدي انت درتي غير غندير بنيه قطعتي تسمح لينا مسكينه هاد الحوته ما جاتنيش اللاطه مع كبيره قالت لكم قللت بطاطا وشوفوا البنات صافي البنات خليتينا واحد المطيشه ديال الحك واحد الخضر واحد ثلاث معالق كبار زدت عليهم شويه الزيت وشويه الماء وشويه العطريه ما حيت غير سكينجبي العطريه كامله وصافي غنسقي به هاد السمكه نسقي به الحوته شوفوا شوف اش كدير شوف اش كدير شوفوا المزاود شوفوا المزاود هي ذوقي ذوقهم ايه المهم شوفوا ميشه معانا اليوم ايه برقيش الله يرحمه مسكين برقاش مره من الزمان ديال برقاش برقاش يا برقاش الله يرحمه كان يدير الفيسه ويدير كل شيء صافي غنسقيها وغنعطيها لمصطفى يديها لينا الفران ديال الزنقه ومن يطيب ان شاء الله غتشوفوها معايا صافي حنا غنمشيو نجيبو دابا ديك اللويضه وانا غنمشي معاها ثاني عاد عندي وعدي تسمعي الخاله ها هو البنات الفران ديال الحومه ديالنا فران الحطاب علاش حيتي تريكو هابط لوطو ايوا هي غطي باللويطو نوريها لك انا مصطفى في مشو مساك البنات هاي اللي تطابت خايت خويا هو عبد الرحيم اه يا سي خالد اه عبد الرحيم اكثر من شحال داك العام انت شو كي دايره مع الزينات خاصك عاد تبان اخويا خاص انا خوتك فيا شحال وليدي اضرب الفلفل الحار وليدي قاعد هضره وجهي انا ضريب بزاف الله يعمر لي الدار اودي هات الشو ويلي ويلي ها كدير لنا الدرح فيا تتزوق هاي اللي جابها من الفران راه صورت وياكم نتوما ماما هي اللويطه خلاو فيها شويه ديال الماء شتو حق الفران ديال الزنقه كيصراها طيبه زوينه المهم حقهم في الجنه البنات نتغداو دابا الحوت وفي العشيه كاينه الرفيصه طيبه لنا حنان حقهم في الجنه صافي غادي نمشي نخرج هاد البنات خليت مصطفى مابقاش يخرج غير تخرج مصطفى لا لا بصح مابقاش يخرج غدا انا ونهيله صريحه انا خليتها هي وبنت اختي اختي هبطات غتعجن شويه الرفيصه عارضين على جارتنا الفوق هي وراجلها ان شاء الله ياكلوا معنا الرفيصه انا غنخرج غنتلاقى مع ديك المتتبعه اللي اللي كنت مشيت عند البلفيدير خديجه غنتلاقاو في درب السلطان هي مسكينه راه باركه كتسنى فيا ولكن تعطلت عليها بزاف ايوا قولي سمحي لينا وييه سمعي سي خديجه كتقول لي سمحي لينا غنمشيو ان شاء الله نتلاقاو معاها نتقدى شويه ديال التقديه ديال السلو باش نديها معايا ويقدر نصور في درب السلطان ولا تنصور معاكم ان شاء الله شي حاجه يلا نمشي نخرجوا نتلاقاو باش نجي ان شاء الله نطيب التريد المسمن ديال الرفيصه حيت حنان اختي ما غاديش طيبه صافي ونتلاقاو ان شاء الله
ما جينا عند اليوم. مرحبا بكم لخديجه مرحبا بها صاحبتي خديجه القناه. مرحبا بهم نحييكم بعدا. شكرا عبد الواحد نازل مراكش نحييكم النادي الجديده الدكاله طلع عليكم درب سلطان تاهما سلطان طنجة مراكش جميع اوروبا وامريكا تحيي لاله خديجه شاينا تحييها. شكرا بزاف عبد الواحد الله يرحم الوالدين. شكرا وضيف الوالد ديالنا كما القاعده ليكم ومرحبا بكم تيجي من طرف خديجه عند ازول ياك لعبه ازول كارجا لعبه سلطان. مرحبا مرحبا ربي يخليك وترحب فيك الزنه جيجان ولوز بنيان لا جيت تقدم خديجه تعرف هذه السله خديجه اه ضروري نتفدى انا غادي ناخذ شويه من ديك المره وقيت لي سميت دابا 800 قلت انا نخلي لكم بنفس الثمن. وهذا الرومي شحال قال لنا الرومي؟ 660 وغنتقطعوا شي حاجه ديال السله ان شاء الله. والنافع شحال داير؟ اه عادي النافع البلدي هذا هو ماشي داك المصبوغ راه ديت من عندك وصايب لنا السله الاول هذا راه الثاني ها تصاوب لي كيلو ديال اللوز زوينه خديجه شنو؟ ايه راه ديتو من عنده فن لا كيلو ها وانا جايك نقلب عليك اش كنقول لك انا حيت بحال اختي عنده كان في الارض جايين من السباته كنقلبوا عليه قال لك هو اللي كان في الارض ودار صايب ناس اللو هذا راه شنو الثاني البنات. من بعد ما جيت من درب السلطان لقيت رفيسه قدامي حالا اختي من صباط هذاك الدجاج ولكن هي هاد التريد ما كتديرش بحال هكا بزاف كتخبز تخبز بالوحده بالوحده ايوا بقينا هنا انا راه بديت دابا قربت من ساعتي تقريبا انا هذا دق عليا الله هي دق انا كندير حتى ربعه ديال الدقيق ماشي هي كدير رابعه وانا مسكينه عجنت لي انا جوج كيلو جات لاباط ما قلت لي كيف عجنت ليها نتوما شحال كيجي رقيق وزين كيجي رقيق وزين لا تبارك الله على هذا يعني مسمن ما نقولش ليكم رائع كيجي مخير صافي نكمل ونسقيو ان شاء الله رفيسه وانتم معنا صافي البنات رفيسه راه حنا كليناها جات زوينه بزاف ما صورتش الصوت مع القصريه حيت كان الصداع ديال الدراري ما نقولش لكم حقكم في الجنه البنات. هيا الحلوه البنات هاد الحلومه هذاك هاد الكاطو كلاصي ما خديناش حنا جابته جارتنا الله يخليها في سعاد. بارك الله فيك. كلينا رفيسه وغادي نكملوا بهذا. سمينا زكريا الحلاء يقطع علينا. صافي انا قطع الكلاص مخليه كاع شي يقطع. صافي كاع ما جاش مسكين يلا جا باقي هاتو باقي بالباج حيدي لي الباج حيدي لي الباج حيدي لي الباج. هو الطياره يلا حقكم في الجنه البنات راه هو اللي كان ساق لي بابا الطياره قولي كيف كانت الطريق كان شويه الضباب عندنا حنا واخا هكا كان السحاب بزاف مشى كتصب كتصب عليا صافي البنات داك اشنو جبت معايا داكشي اللي جبت معايا من درب السلطان هذاك هذاك الجلجله اللي تقديت من درب السلطان هو هذا البنات راه بلدي هذا دابا داير ليه 800 760 700 من خديت كيلو ونص وخديت هنا كيلو ديال اللوز تقريبا هنا كندير جوج كيلو ديال الطحين كيعطيني واحد السلو زوين مع شويه ديال النافع وحبه حلاوه خديت غير 10 دراهم 10 دراهم وعجبني هذا الفاز شريته زوين الورد في الارض اي على الورد ناري سمعوا هذا خصو الورد في الارض خصو غير علاش يعلقوا اي هي بغيتيها امي بغيت والله خذها راه ديال بصح هذاك ماشي ديال العين والله الا فين زوينه لقيت شي وحدين زوينين في اسواق السالم دايرين 30 درهم وفي القيصريه هي البنات ديال درب السلطان 13 درهم والله الا لقيت غير كنشوف حتى هذه 13 260 امي راه هذا الكاس ساوي 260 والله الا رخيص صافي بالنسبه للبنات اللي سولوني على العنوان ديال يونس راه يونس
كتفوتوا تفوتوا كراج علان سابقا في كانوا الكيران، دابا تما راه كاينه جرده وكاين واحد الالعاب كراج علان، غتطلعوا غتلحقوا لقصريه الزيتون بحال غادي للقصر، بحال غادي للقصر، بحال هابطين للقصر شارع الفيده، وطلعوا على كراج علان وتلحقوا لهذيك الجرده تفوتوها، وتلحقوا لقصريه الزيتون تفوتوها، وتلقاو البي ام سي تفوتوا. هادشي كندوي على الجهه اليمنيه اللي كنتو طالعين من كراج علان. غتلقاو معهد حاتم لتحت، كتلقاو سوق السلام، فيه الحوانت، فيه داكشي اللي كيبيعوا الكرو، داكشي الشمه فيه اللي بغيتو. يونس جعل الدخله، كاين واحد الولد هنا واحد الولد هنا، كتدخلوا كاين واحد على اليمين واحد على اليسار، يونس على اليسار، يونس على اليسار راه عنده اللحيه وشعرو كحال، الا قلتو يونس يقولك ها هو. غنخلي لكم النمره ديالته، طلبوا لي البنات النمره، وما يمكنش ليا كل تعليق نحط فيه نمره، غنحط لكم النمره في صندوق الوصف او لا في التبيت، خذوها وسيروا تقداو، راه كيدير اثمنه مناسبه بالمقارنه. وبالنسبه للبنات المحلبه والله الا خلصتهم، ماشي انا اللي خلصت، خلص صاحبتي هي اللي خلصت، خديجه هي اللي خلصت الكونسوماسيون، كنقولها شكرا خديجه الله يخطيك. زعما حيت بعض المرات كيجيوني واحد التعاليق على ان وحق الله، واحد المره واحد البنت قالت لي تاكلي فيه الرهش هكا، وانا والله حتى كنخلص لا عند يونس ما ضيقاش الرهش الا ما عرفاش قالوا لي البنات شنو هو الرهش، قلت له شنو هو الرهش امي؟ الزواق. الزواق سمعتوا البنات، الرهش هو الزواق، الزواق هو الزواق. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وشكرا لكم بزاف، وبوسه كبيره من عندي ومن عند امي، ياك امي؟ من عندي انا. وعند زكريا ومن عند امي كيسلموا عليكم، وواحد الفيديو كيصورنا احنا وزكريا والدراري، امي معانا كيقتل بالضحك، اللي هو تحدي الهمس، وفيه المتعه الضحك غادي نحطها لكم ان شاء الله، خليت لكم الراحه في امان الله. السلام عليك يا رسول الله.